التولد يوم شهر سنة 1966. نعم. ها. يعني موالي 66. اي. بس مبين يعني مبين 86. اي هو جيت هيك مشي. العمر رقم هذا حقيقة. لا العمر هو رقم يعني بمنجزك بحضورك بكذا. نعم. ان شاء الله تعيش 196 سنه بعد. لا مو هالقد، بس انا احكي لك انا احب الحياه، احب صح. العمل، احب انت طاقه ايجابيه. الحمد لله الحمد هاي الصباحات وهاي اشياء اكثر طبعا طبعا. يعني كل ما افتح الفيس اذا قاعد الصبح اول شيء يصير صورتك بس 6 الصبح اقعد. مسقط راسك بغداد مدينه الصدر. نعم. بيئة فنية وثقافية ورياضية اضافت لك مدينة الصدر. مدينة الصدر بها سر عجيب غريب. ايه. عن جد يراد علم الاجتماع لان كل المبدعين من عندها. سواء بالفن الكثافة السكانية لو هي البيئة. لا 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 ما لها علاقة، على فكرة يعني موضوع الابداع يقول لك انه لا ناس اكو اغنياء ومبدعين واكو بس ما اعرف هي بها سر يعني غريب. يعني معظم المبدعين من مدينة الصدر. من مدينة الصدر صح. نعم. وانت اضافت لي الكثير الحقيقة. انت نجم ومهم. ما زلت في مدينة الصدر ولا شلت؟ لا ما زلت في مدينة الصدر. حلو حلو. بهاي الحميمية والتواصل الحميمية الاجتماعية. والتواصل والحياة اعتقد هي اللي يعني هي اللي اعطتني هذه الطاقة والبساطة والناس والبساطة طبعا صح. طبعا.